تغلغل هذا الفكر السلفي في مصر. يعني علينا أن نعترف أنه تغلغل، وكان في فترة من الفترات أيضا انتشر انتشار كبير جدا جدا. أليس هناك أمل لتراجعه لمواجهته؟ طبعا، لما الناس اللي بتفكر زي وزيك وآخرين يبقوا بيكونوا طيار. احنا القضية ان احنا في كل مرحلة عمرية من مصر الناس دي بتنحسر، وناس اخرين يجوا يفرضوا عليهم هذا الفرض. اوروبا لما تحررت انا فصلت الدين عن الدولة. ايوه، الدين ما يشتغلش السياسة، والسياسة ما تشتغلش دين. الامور واضحة تماما. فكرة فصل الدين عن الدولة دكتور حسام عادة ما تقدم إلى عموم الناس إلى أن الدولة تريد أن تكون بلا دين. ده غير حقيقي. وهذا غير حقيقي وغير صحيح. الدين بينك وبين الله. لكن الإسلام ما فيهوش كهنوت وما فيهوش سياسة. يعني فكرة الدولة العلمانية لا تعني على الإطلاق أنها دولة بلا دين. الدين بالعكس. دين الأفراد. بالعكس. الدين كيف يعني نشيع هذا المفهوم الصح؟ بتكراره وبتطبيقه، ويكون في إرادة سياسية أنا شايفها موجودة، لكن تكون أكثر في أن إحنا بنتكلم أن الدين بين كل مواطن وربه، وأن الدين يدعو لمكارم الأخلاق. تمام. وإلى المودة والرحمة وإلى الاعتدال. لكن ما نبقاش بنقول ان كل قانون هنطلعه لازم الدين يقول لنا او لا، وكل لبس تلبسيه لازم الشيخ يقولك ايوه او لا. الكلام ده يعني ناس بتفكر في الكوانتم فيزيكس، وبتفكر في الطاقة، وبتفكر في الكون، وبتفكر في العلم، واحنا لسه بنفكر بنسال في اسئله احنا لسه بسيطه بنفكر جدا. بقى هخش الحمام برجلي اليمين ولا الشمال ولا هو يعني تعليقا على هذا دكتور حسام، مثلا دار الافتاء المصريه عاده ما في نهايه كل سنه بتقول كم من الفتاوى او طلب الفتوى وصل لها، وتعدينا رقم المليون. هل هذا دليل جيد على انه الناس عايزه تتمسك بالدين، ام انه يعني المعنى مختلف تماما يعني؟ لا، يعني كتر الأسئلة يدل على غير كده. وبعدين زي ما بقول لحضرتك، أنا هنقل قلب من إنسان لآخر، ولا هغير صمام، ولا هعالج السكر ببنكرياس صناعي؟ إيه علاقة الدين بالكلام ده؟ علم. فكرة بقى أن أنا أسأل هو ده حلال ولا حرام، ده أساسا بياخدك إلى مربع مش مفروض يكون فيه أساسا. قانون نقل الأعضاء في مصر وأنت طبيب، هل تم إقراره إلى الآن؟ هو تم إقراره لكنه لا ينفذ. كيف؟ لأن الوجدان المجتمعي ما سمحش.